وقلنا ان احنا اعتبارا من منتصف العام القادم ان شاء الله ستنتقل الحكومة المصرية من العاصمة القديمة الى العاصمة الجديدة، ولكن بأنظمة حديثة جدا جدا تتيح لنا الكلام اللي انا بقول عليه ده، اللي هو تقليل العامل يعني تقليل الخطأ البشري والوقت، ونقدر نحقق من خلالها أداء متميز جدا نقفز به في أدائنا نتيجة ما نحن فيه الآن، ثم كمان نتجاوز حجم كبير جدا من الفساد. اوعى يتصور حد من اللي بيسمعني ان الفساد اللي اقصده هو استيلاء البعض على اموال، لا، اللي انا اقصده هنا في الفساد اللي بتكلم عليه ان انا بقول تصوروا لو انا النهارده، وانا حدي مثال صغير قوي، ان الميكنه اللي احنا شغالين فيها بقالنا 3.5 سنين في بناء قواعد البيانات في مصر وفرت لنا ايه؟ وفرت لنا ان احنا على سبيل المثال ان احنا نصوب الدعم الذي يقدم للمواطنين،